بعد جولات عديدة نجح مجلس النواب العراقي أخيرا في إقرار موازنة العام الحالي بنحو 153 مليار دولار، تشمل إنفاقا قياسيا على فاتورة أجور حكومية متزايدة ومشروعات تنمية تهدف لتحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرها الإهمال والحرب. واعتمدت الميزانية على تحديد سعر نفط بقيمة 70 دولارا للبرميل وتوقعات بتصدير نحو 3.5 مليون برميل نفط يوميا، منها 400 ألف برميل من إقليم كردستان. للوقوف عند آخر المستجدات ينضم إلينا من بغداد مراسلنا مصطفى سلمان. مصطفى، لو نقلت لنا بداية أصداء إقرار قانون الموازنة العامة للدولة للثلاث سنوات المقبلة. نعم، تحية طيبة. الأصداء من الجانب السياسي بدت مرحبة بشكل كبير. رئاسة الوزراء أصدرت بيان قبل قليل باركت فيه للشعب العراقي باكتمال إقرار الموازنة العامة في البلاد. كذلك رئاسة البرلمان، هيئة الرئاسة في البرلمان العراقي، باركت الانتهاء من التصويت على كل بنود الموازنة. حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس وحتى ساعات الفجر يعني أكمل أنهى البرلمان العراقي التصويت على كل بنود الموازنة العامة، مضيفا لها مادتين تخص يعني المخصصات المالية للبرلمان ومجلس القضاء الأعلى في العراق. يعني على الصعيد السياسي الآخر المعارض، حتى أن الحزب الديمقراطي الذي كان معارضا بشكل كبير لعدد من البنود أبدى ترحيب كبير جدا بإقرار الموازنة، وقال أنه يعني من خلال الاتفاق الذي جرى ما بين الكتل الكردية وما بين الأحزاب العراقية في بغداد قد ثبت حقوق إقليم كردستان بشكل جيد. وهنا يقصدون بأن الإيرادات النفطية وحصة إقليم كردستان ستصل قريبا وفق الاتفاق الذي أبرم في وقت سابق. شعبيا ينتظر العراق بشكل كبير، العراقيون ينتظرون بشكل كبير يعني إحداث تغير واضح في البنية التحتية، سواء على الخدمات، على القطاع الكهربائي. هناك برنامج حكومي أعلن عنه رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني، وهم بانتظار تنفيذ ما وعد به خلال عرضه البرنامج الحكومي. طيب مصطفى، ماذا عن رد الفعل الكردي عقب إقرار الموازنة؟ نعم، ردت فعل الكتل الكردية يعني في بداية الأمر كان معارضا، بل إنهم هاجموا الموازنة العراقية. القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري قال في تغريدة أن هذه الموازنة وصفها بالعرجاء وغير المجدية ولن تنفع العراق وستؤسس لمرحلة فساد جديدة. لكن بيانات أخرى من قيادات في الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحديدا ممثلي الأحزاب الكردية في البرلمان العراقي أبدوا ترحيب كبير في إقرار الموازنة، وقالوا أنهم يعني قد ثبتوا كما ذكرت قبل قليل حقوق إقليم كردستان المالية في هذه الموازنة. وإن بدت المواقف متناقضة إن صح التعبير بالنسبة للقيادات وأعضاء الحزب، لكن هناك انقسام على ما يبدو داخل الحزب، داخل الكتلة الكردية، يتمثل بوجود فجوة ما بين الاتحاد الوطني الكردستاني وما بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، خصوصا وأن الاتحاد الوطني الكردستاني قد صوت بالإيجاب على كل البنود التي رفض التصويت عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني في وقت سابق. شكرا لك مصطفى سلمان مراسل قناة المشهد، كنت معنا من بغداد. شكرا لك.